أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هتشوف بنفسك وتعرف الفرخ على السايب ولا الفرخ على المحبوس هو أفضل حل ليك. ركز في الفيديو ده كويس لأنك أنت هتشوف بعينيك وهتشوف النتيجة. النتيجة دي أنا دفعت فيها كتير وكلفتني كتير، وكان ممكن يكون النتيجة عندي أفضل لو عملت الجزء البسيط اللي أنت هتشوفه في الفيديو ده. وهو ده فايدة الفيديوهات اللي أنا بقدمها، بحاول أنقل لك تجربتي عملي. لو في حاجة اتطبقت صح بقول لك عليها، لو في حاجة اتطبقت غلط برضو بقول لك عليها. ما بعتمدش على السمع والكلام اللي الناس بتقوله والنت والكلام ده كله، لا، احنا هنا بنتعلم مع بعض عملي وبنشوف النتيجة ما شاء الله كويسة بعينينا. طيب خلينا قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوف الفيديوهات. يلا بينا نشوف عنبر وعنبر، عنبر على السايب وعنبر على المحبوس، ونبص برضو بعينينا الانتاج شكله عامل ازاي. نبدأ الجولة ونقول بسم الله. عايزين نطلع فوق، بس هنبص الاول على الاوضه المركزيه. الاوضه دي فيها الاصول بتاعه الهومر اللي احنا بنشوفها وبنشوفها في الفيديوهات، سواء في مجموعه مع بعضها او سواء في السلسله. دول ما شاء الله لان هما جايين من بره فلازم يتفرخوا على المحبوس، ما ينفعش ان انا اجيبهم واحط كل لون. جربت ان انا احط كل لون مع بعضه في اوضه بس ما ينفعش. نطلع بقى هنا، عملت شوية تعديلات عايز افرجكم عليها، يا رب تعجبكم. دي هتتعمل زي قاعدة كده، فيها كم كرسي وفيها كم حاجة، وهنا اتفرشت نجيلة وايه زرق وبتاع وحركات، وهنا مفروض عايزين نعمل كده زي قاعدة برضو، قاعدة برة. لو هنعمل دي قاعدة برة هنعمل دي عنبر، وده استوديو وزي استوديو كده في بيصور مجموعات والكلام ده. بص هنا بقى، ده احلى منظر في المزرعه. بص دي العنابر من فوق، هننزل لها دلوقتي تحت. هنا ايه، ودي الاوضه المركزيه اللي احنا لسه كنا داخلينها بس من فوق. زي ما احنا شايفين ده كده ايه، فايبر مقوى ومتثبت في شاسيهات حديد. ده طبعا الشباك في نص الاوضه، ده الداير من ورا تكملته الناحيه التانيه كده بعد الحيطه دي، هنطلعه برده كمان شويه. نيجي بقى ايه، نعدي الاوضه الكبيره وندخل من هنا. دي زي بلكونه كده كبيره، بس الايه المطره بوظت الالوان. هنتكلم طبعا، هندخل جوه وهنتكلم على، بس ما شاء الله دي التهويه اهي، فتحات التهويه وفتحات التهويه تحت. هنتكلم على تحضين السايب والمحبوس. تحلي محمد طبعا قفل من جوه. نيجي نبص كده بقى كده، ده زي ما احنا متعودين، دول الشباب بيتمشوا كده ايه يتشمسوا، ودي عنابر شمال ويمين اهو. ده الباب اللي دخلنا منه، وادي تهويه الناحيه الثانيه تمام. والارض مرفوعه، بس الارض مرفوعه ازاي؟ مرفوعه برضو على فريم حديد ومتعليه من جنب الحيطان علشان ايه يبقى الشبكة الحديد دي راكبة عليه. في ارضيات اللي هنلاقيها في الدائرة دي بقى شكل تاني، ودي سهلة النظافة اهي، دي بتترفع وبيتنضف تحتها كلها وتفرخ كده تاني. نيجي بقى ندخل في اوضة من دول على السايب. الحمام بص بقى بيخش ايه، اول ما ادخل يبتدي ان ايه يطلع من العيون، يطلع بقى ويرمي البيضة وراه، يدوس على البيضة بضفره مش عارف ايه. يجي بقى نقطة تانية، جوز عايز يخلص العش ده مثلا اللي عنده وعايز يغير العين، بيخش على اي عين تعجبه ويبتدي ان هو ايه يضرب في اللي فيها. ممكن تلاقي بيضتين انت محضنهم مهمين موجودين في الوقت ده، ادي خساره ثانيه. الخساره الثالثه ان الحمام ابتدى يتعلم ان هو يكون مش حنين، الطلقه عودته ان هو يكون رعن،
او بتختلف برضو على حسب السلالة نفسها، بس ده اللي اتكرر مرة واتنين. طيب نسبة الانتاج هنا ضعيفة في العنبر ده، يكاد يكون لسه في حصى بس، وشلت من عندهم مثلا زغلولين ثلاثة اربعة بالكتير. طب نيجي نبص بقى النموذج، نروح نشوف نموذج من النماذج اللي هي السايبة المحبوسة. ده نموذج برضو من النماذج اللي هي السايبة، جميل، لون تاني خالص، بحيث برضو ان هو ينتج زغليل ومش عارف ايه، تبقى شبه بعض والكلام ده كله، بس برضو الانتاج ضعيف، في مثلا 3 زغليل ولسه قاطف 3 زغليل 6. كم جوز فيها؟ كم جوز في كل اوضة؟ حوالي 8 اصوص في الاوضة، 8 اصوص بس، على كم عين؟ على 16 عين، ان احنا قلنا لازم العدد يكون ضعف، عدد العيون يكون ضعف عدد الاصوص. ليه؟ علشان النفوذ، كل ذكر بيبقى عايز عين واتنين. طيب خلينا بقى نكمل ونشوف عنبر على عنبر على السايب. افتح لي حمام دي الشباب والزغاليل زي ما شفنا اهو، بعد ما فصلت وخليت الاوضه دي للون معين او لكذا لون معين. بصوا الزغاليل قاعده مستكانياسه ازاي، ما شاء الله. نيجي ندخل بقى هنا نبص على نموذج زي ده، ده قد التاني بالظبط، بس ما فيهوش عيون خشب اهو، وادي الارضيات زي ما احنا شايفين، نفس الكلام اهو، تمام. تحت التهويه موجوده، فتحه السقف موجوده، الاضاءه، بس في عيون سلك. دول 16 عين ب 16 جوز، يعني اول حاجه ضعف العدد. تاني حاجه بعرف اسيطر على التحضين نفسه، ما بيبقاش عشوائي، على الاقل لو حاجه ماتت ابقى عارف ذكر ولا انتهى. انما في الاوض اللي احنا شفناها دي مش بعرف اللي مات ذكر ولا انتهى لو لا قدر الله مات حاجه. بس نيجي نبص للزغاليل، ما شاء الله حاجه جميله. طب نيجي نبص مثلا لحاجه زي هنا اهو، ما شاء الله. بص هنا ما شاء الله، نيجي مثلا نبص هنا اهو، برضو زغلولين وهمرات، برضو حاجات ليها قيمة، قيمة عالية كمان، تمام. نيجي مثلا نبص هنا، ده رائد على حصى، وفي اللي بيجهز واللي واللي، فهتلاقي انتاج اوفر. الحمام بقى اهدى، يعني بص مش على دي بس، يعني دي اهو مثلا قاعدين في الطاجن ما جريوش، حتى لو جريوا هيجروا منك فين اهو، هيجروا منك يروحوا فين، هيجروا منك برضو في العين، فاهمين الفكرة. دي طبعا برضو اوض، ودي اوض، وده المكان اللي احنا بنقول بنغسل في الكلفة، ان الكلفة غسلها بيحميني او بيخليني ما استخدمش ولا منشطات كبد ولا امراض ولا منشط كبد ولا مش عارف ايه مضاد سموم اهو، ما شاء الله. الداير بقى، نطلع الداير، خلينا نبص بس بصه كده صغيره المكان ده. هنا الاوضه دي استراحه، دول بقى ايه، نفخات بس من غير شرابات، حاجات من الحاجات الجديده اللي احنا شغالين عليها. خلينا بقى ايه نلف ونرجع نروح الداير. الداير في تصميم ارضيات مختلف، بصوا الشكل من فوق، اهو بص دي ارضيات كنا بنستخدمها زمان بس دلوقتي مبقاش موجود منها، سمكها كده اهو صغيره، بس يعني هي اقوى كتير من الخامه التانيه اللي هي دي، بس دي عمليه اكتر، دي بتبقى 10 سم ارتفاع 10 سم، تتلبس في بعض وبيبقى سعرها 100 جنيه، ممكن يقل ممكن يزيد على حسب شحنك للمحافظه بس. وهكذا الداير بقى زي ما احنا شايفين، اوضه جوه اوضه جوه اوضه جوه اوضه، ما شاء الله. اتمنى تشاركني تعليقك في الفيديوهات، يعني انا يهمني كلامك معايا، انا ما اعرفكش، ما اعرفش اللي بيتابعني بقلب، ما اعرفش اللي بيتابعني وبيعمل لي ديسلايك واللي بيعمل لي لايك،
واللي بيكون بس بيتفرج عليا علشان ينتقدني او اي حاجة الكلام ده، انت شاركني معاك الكلام. يعني عايزين نفتح مجالات كتيرة في الكومنتات، قول لي رأيك في المزرعة، قول لي رأيك في الكلام ده، موضوع الفرخة على السايب او المحبوس. انا تجربتي هقلب معظم العيون او معظم القوض اللي فيها فرخة على السايب هقلبها فرخة على المحبوس. اتمنى يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتكتب لي كومنت اي سؤال او اي معلومة او اي اضافة حابب تضيفها، ان شاء الله برد على كل الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.